اتجهت أنظار العالم أجمع لمملكة البحرين مع احتضانها اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، والذي شكل نجاحا وتميزا في السمعة الطيبة التي حظيت بها لتؤكد المملكة مكانتها التي وصلت إليها على المستويين الإقليمي والعالمي. نجاح مملكة البحرين في استضافة هذا الحدث العالمي جاء بفضل دعم جلالة الملك المعظم، حيث شكل فرصة هامة لإطلاع ممثلي البرلمانات العالمية على مسيرة النجاحات الديمقراطية التي تشهدها المملكة. استكمالا لمسيرة الإنجازات المتواصلة التي حققتها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، مملكة البحرين تسطر من جديد بأحرف من ذهب قصة نجاح باهرة أثبتت للعالم أجمع المكانة التي تتبوأها على كافة الأصعدة والقدرات التي تمتلكها في احتضان أكبر المؤتمرات الدولية. طبعا اليوم مملكة البحرين قدمت نموذج متميز وناجح لتنظيم هذه الفعاليات الكبيرة الدولية، فطبعا هو مصدر فخر ليس فقط للبحرينيين بل مصدر فخر للعرب جميعا، وهو نموذج حي لقدراتنا العربية لتنظيم هذه الفعاليات الكبيرة. فطبعا احنا كبرلمان عربي نشيد ونشكر قيادة مملكة البحرين على ما قامون به من جهود كبيرة في توفير أرضية مناسبة لحدوث هذا النجاح الكبير. الوصول إلى هذه النتيجة المثلى وليس النتيجة العادية، أنتم تستحقون شهادة تقدير وترفع لكم القبعات، فالبلدان لا تقاس بحجم أرضها ولا بحجم بشرها، تقاس بعقول أبنائها وبما تنجز، وسيعود كل من شارك بانطباع غير الانطباع الذي أتى به إلى البحرين، سيعود بانطباع أنه كان في أوساط شعب كريم وقيادة حكيمة وبرلمان متميز بغرفتيه. وفي ظل هذه الأجواء من الانفتاح والتعايش والسلام، استطاعت المملكة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات نقل مواقف مملكة البحرين، والذي ترجم الصورة المشرقة أمام الجميع. الإجماع العربي كان لافت للنظر من كل الوفود اللي شاركت، سواء الوفود العربية والوفود الأخرى، كلهم قالوا أن لأول مرة نشوف هذا التكتل العربي من أرض البحرين، وكذلك البنود والقضايا اللي طرحت كلها كانت مثمرة تعكس قدرة البحرين ومكانة البحرين في هذا المجال. بالإضافة أن هذا يعني محفل سياسي بالدرجة الأولى، والموجودين كلهم سياسيين يحملون ملفات كثيرة، قدرة البحرين على احتوائهم وإعطائهم منبر للتحدث في كافة القضايا العالمية. وأنا لم أرى يعني شخص من الشعب المضيفة أو من الناس المنظمين إلا والبسمة على وجهه ويرحب بالجميع، يعني بشهادة الكل أنه مؤتمر ناجح جدا، ووفقت البحرين في التنظيم والإعداد لهذا المؤتمر اللي نتمنى له الخير دائما والتوفيق، ولشعب البحرين كل التقدم والازدهار. ويأتي هذا النجاح الذي عكس عمق الرؤى الحكيمة لجلالة الملك المعظم ما أكسب المملكة سمعة عالمية رائدة، ومهد الطريق أمام هذه الحشود العالمية، وأسهم في إنجاح هذا الحدث العالمي وإخراجه بأفضل صورة وفق أعلى المعايير والخطط الموضوعة لتتحقق كافة التطلعات والأهداف المنشودة. نجاح جديد يضاف لسجل الإنجازات لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، وذلك من خلال استضافة ونجاح أعمال الجمعية العامة لتؤكد خطواتها الرائدة في مسيرتها الديمقراطية. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.